السلام عليكم ورحمة الله. هنبتدي دلوقتي إن شاء الله الجزء الثاني في الإيمنولوجي اللي هو الأدابتيف إيميونيتي. هنبتدي نتكلم يعني إيه أدابتيف إيميونيتي، مكونات بتاعتها البي والتي سيلز. بعد كده هنبتدي نتكلم البي والتي سيلز دي هل ليها ريسبتورز ولا لأ. ليها ريسبتورز، شكلها عامل إزاي ريسبتورز، الريسبتورز دي بتتفاعل مع الأنتيجين إزاي، وبعد كده إزاي بيحصل تي سيل أكتيفيشن وبي سيل أكتيفيشن. طيب النهاردة هنتكلم بس عن الأيتيمز دي. لما نيجي نبص على الادابتيف اميونيتي، ايه هي الادابتيف اميونيتي؟ هي الاميونيتي اللي انا بكتسبها بايه؟ بمرور الوقت. بتعرض لانتيجين، الانتيجين ده يبتدي تاكله خلايا اسمها انتيجين بريزنتنج سيلز، بعد كده الانتيجين بريزنتنج سيلز توديها لمجموعه من الخلايا عشان في الاخر نطلع ايه؟ ميموري سيلز. وبعد كده لما يحصل لنا ري انفكشن بالانتيجين ده تاني، نبتدي نقدر نتعامل معاه بالايه؟ بالميموري سيلز. طيب مكون من ايه من الادابتيف اميونيتي؟ مكون من حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي، ومكون من حاجه اسمها هيمورال اميونيتي. السيل ميديتد اميونيتي اول كلمه فيها سيلز، يبقى التعامل مع الانتيجين هيبقى عن طريق سيلز اسمها ايه؟ اسمها التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت دي منها نوعين، السي دي 4 والنوع الثاني السي دي 8. يبقى سيل ميديتد اميونيتي دي منها نوعين، التي سيل سي دي 4 وسي دي 8. الهيمورال اميونيتي لا، ده بي ليمفوسايت. علشان نكون فاهمين الجزء ده كويس، تعالوا نشوف الاميونيتي بتاعتنا. نكرر تاني الكلام اللي احنا قلناه، عندنا منها نوعين، اول حاجه انيت اميونيتي، وعندنا حاجه اسمها بعد كده اسمها ايه؟ الادابتيف اميونيتي. وشرحنا الانيت اميونيتي، قلنا هي عباره عن حاجات ميكانيكال وكيميكال، وبعد كده قلنا سيلز، وبعد كده قلنا سايتوكاينز والايه والكومبلمنت. جينا على الادابتيف اميونيتي، قلنا هي منها نوعين، ربنا خلق لنا حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي، وعمل لنا حاجه اسمها الهيمورال اميونيتي. السيل ميديتد اميونيتي قلنا الخليه المسؤوله عنها تي، الهيمورال اميونيتي السيل المسؤول عنها بي. لما نيجي نبص للتي هنلاقي منها نوعين، حاجة اسمها سي دي 4 وحاجة اسمها سي دي 8، وهنلاقي ان البي دي في الاخر هتتحول الى بلازما سيلز علشان تطلع لنا الايه؟ الانتي بادي. اتمنى نكون فهمنا كده الاميونيتي مجملة. تعالوا بقى نتكلم عن الايه؟ عن التي سيلز والبي سيلز من بره. لو تخيلنا ان دي سيل بي سيل ودي تي سيلز، هنلاقي من بره ريسبتورز. تعالوا نشوف الريسبتورز دي شكلها عامل ازاي. دي اولا الريسبتورز بتاعت البي سيلز، ودي شكل الريسبتورز بتاعت التي سيلز. عايزين نعرف كل واحده مكونه من كام بيبتايد، الانتيجين ماسك فين، وهل الانتيجين ده محتاج يكون متشال على حاجه عشان يوصل للريسبتورز ولا لا. تعالوا نمسك اول حاجه البي سيلز، نتكلم عن البيبتايد. لو جينا هنا بصينا عن البي سيلز هنلاقيه بتتكون من ايه؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. طيب الاربعة دول ايه؟ لقينا اتنين منهم من بره لايت فسميناهم لايت تشين، ولقينا الاتنين اللي جوه هيفي فسميناهم هيفي تشين. ادي اللايت تشين واللي جوه دول الايه؟ الهيفي تشين. يبقى هي مكونة تو لايت وتو هيفي تشين. طيب عددهم ايه؟ عد معايا، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى مكونة تو لايت وتو هيفي تشين، عددهم ايه؟ اربعة. طيب الانتيجين بتاعنا بيمسك فين؟ بيمسك في الجزء ده كده، يبقى ده مكان الانتيجين. الانتيجين بقى ماسك فين؟ ماسك في الفاريبل ريجون. اصلي احنا عندنا لو تخيلنا ان ده كده الريسبتور، فهنلاقي الريسبتور مقسم هنا الى جزئين، والله اللايت هنا مقسم لحاجه اسمها فاريبل وكونستنت، والهيفي فاريبل وكونستنت. كويس، الانتيجين بقى بيمسك فين؟ في الجزء ده اللي هو الفاريبل. الفاريبل بتاع ايه؟ هل الفاريبل بتاع بس اللايت ولا الهيفي؟ لا، الفاريبل بتاع الاثنين، اللايت والهيفي. يبقى كده احنا عندنا الانتيجين بيمسك في الجزء الفاريبل بتاع اللايت وبتاع الهيفي
تشين، هل محتاج الانتيجين ده يكون متشال على خلية عندها ام اتش سي؟ اصل احنا عندنا هنا عشان نفهم الكلمة دي، لو تخيلنا دي انتيجين بريزنتنج سيلز، الخلية اللي كانت الانتيجين وحطت الانتيجين بتاعها على الايه الريسبتورز بتاعها، الانتيجين محطوط على ريسبتور اسمه ام اتش سي. طيب ده بيتفاعل مع خلايا تانية، الخلية دي هي التي، اما البي مش محتاج خالص الام اتش سي علشان يكون ماسك الايه الانتيجين، يبقى هنا التي بس هي اللي محتاجه الام اتش سي ريسبتورز، اما البي مش محتاجه، يبقى نو نيد فور ام اتش سي بالنسبه للبي سيلز. تعالوا نتكلم عن التي سيلز ونشوف عدد الايه، نشوف الريسبتورز بتاعنا عدد البيبتايد اللي فيها، ادي واحد ادي اتنين، يبقى كم عدد بيبتايد؟ 2 بيبتايد، اما هنا كان اربعه، اتنين لايت واتنين هيفي. هنلاقي هنا اسمهم ايه؟ الفا تشين وبيتا تشين، يبقى واحده الفا وواحده بيتا، هنا كان اتنين لايت واتنين هيفي، عددهم الاتنين كام؟ قلنا عددهم الاتنين اتنين، تمام. طيب الانتيجين بيمسك فين؟ بيمسك هنا، اصل لقيناها مقسمه كل من الالفا والبيتا لكونستنت وايه وفاريبل، فهو بيمسك في الفاريبل بتاع مين؟ الفاريبل بتاع الالفا والبيتا. طيب هل محتاج ام اتش سي؟ طبعا، وركز معايا في الجزء ده، لو تخيلنا سوري لو تخيلنا ان دي الانتيجين بريزنتنج ايه سيلز، تخيلناها ان دي الانتيجين بريزنتنج سيلز. طيب الانتيجين بريزنتنج سيلز دي هنلاقيها عليها ام اتش سي، وهنا الايه الانتيجين، يبقى كده الانتيجين بريزنتنج سيلز عليها ام اتش سي وعليها الانتيجين. طيب في الوقت ده التي سيلز هتبتدي تتعرف عليها عن طريق الريسبتور اللي احنا قلناه، متفقين؟ متفقين، بس احنا قلنا من شويه ان احنا عندنا اتنين تي سيل ريسبتور او تي سيل، واحده سي دي 4 وواحده سي دي 8، يبقى لازم يكون في ام اتش سي مخصوص للسي دي 4 وام اتش سي مخصوص للسي دي 8، فهنلاقي ان الام اتش سي 1 ده مخصوص للايه للسي دي 8، والام اتش سي 2 لو عليه انتيجين يروح للايه للسي دي 4. طب هنفتكرها ازاي؟ 1 في 8 ب 8 و 2 في 4 ب 8، يبقى دي ام اتش سي 1 يروح للسي دي 8 وام اتش سي 2 يروح للسي دي 4، يبقى كده استفدنا ان عندنا كام ام اتش سي؟ عندنا 2 اللي هم ايه ام اتش سي 1 وام اتش سي 2. ده سؤال برضو، عندنا الام اتش سي 1 مكون من الفا وبيتا، و2 برضو مكون من الفا وبيتا، نكتب هنا ان الام اتش سي 1 دي بتاعه السي دي 8 اللي بتمسك الانتيجين للسي دي 8، ودي اللي بتمسك الانتيجين للسي دي 4. طيب دلوقتي عندنا الام اتش سي 1 مكونه من كام واحده الفا؟ 1 2 3، فدي مكونه من 3 الفا، وكم واحده بيتا؟ واحده بيتا فقط. الانتيجين هنا بيمسك فين؟ بيمسك ما بين الالفا 1 والالفا 2، طبعا الكلام ده كله موجود في الملازم في الكتب، بس بيبقى يعني صعب جدا. طيب نيجي نمسك الام اتش سي 2 اللي بيمسك الانتيجين وبيخلي الانتيجين ده يروح للايه للسي دي 4، هنلاقيه مكون من كام واحده الفا وكام واحده بيتا؟ ادي 1 2 2 الفا و 2 بيتا. طيب الانتيجين بيمسك فين؟ الانتيجين بيمسك في الجزء ده اللي هو ما بين ال1 الفا و1 بيتا، لكن هنا بيمسك ما بين الالفا 2 والالفا 1، هنا الفا 1 وبيتا 1. بعد كده كده احنا خلصنا التشين بتاعتنا التي سيل ريسبتور انتر اكشن، قلنا دي بتمسك في السي دي 8 ودي بتمسك في السي دي 4، كده احنا خلصنا الجزء ده. خلاص احنا كده وصلنا ان احنا عندنا تي سيل وبي سيل، تعالوا نتكلم بقى عن التي سيل وازاي بيحصل فيها تي سيل ديفرنشيشن.
بصوا يا شباب، احنا عندنا تي سيل بريكرسر اللي هي تي سيل موجوده. التي سيل دي وهي موجوده جوه الثايمس كويس، بيبقى عندها اتنين اي دي، سي دي 4 وسي دي 8. يبقى عندها اتنين اي دي، سي دي 4 وسي دي 8. طيب الاي دي اللي موجود ده ليه عندها اتنين اي دي؟ لانها احتمال تمشي في سكتين، يا اما تمشي تبقى سي دي 4 بس، يا اما تمشي في سكه وتبقى سي دي 8 بس. يبقى كده عندها كام سكه؟ سكتين. مشيت في السكه الاولى اللي هي السي دي 4، تنتهي على كده؟ لا، اصل السي دي 4 دي اللي هي اسمها التي هيلبر سيلز اللي هي دي. طيب والتي هيلبر سيلز دي بتبقى بنسميها تي هيلبر سيل زيرو او تي هيلبر زيرو. ليه تي هيلبر زيرو؟ عشان هتنقسم لقسمين، تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، وكل واحده منهم ليهم فانكشن. يبقى احنا كده بنرتب معلوماتنا ان احنا عندنا حاجه اسمها سي دي 4 وسي دي 8، والسي دي 4 دي هي تي هيلبر 0 اللي هتتحول تبقى تي هيلبر 1 او تي هيلبر 2. طيب تعالوا بقى نتكلم عن نقطه تانية في التي سيل ديفرنشيشن واكتيفيشن. نتخيل ادي الانتيجين موجود اهو، بعد كده الانتيجين يخش جوه الانتيجين بريزنتنج سيلز، والانتيجين بريزنتنج سيلز تخلي الانتيجين ده يتعرف عن طريق الايه؟ التي سيلز. كويس. طيب يبقى زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا الانتيجين دخل الانتيجين بريزنتنج سيلز، وابتدى الانتيجين بريزنتنج سيلز تخوض رحله طويله لحد ما وصلت للايه؟ للثايمس، عشان تلاقي هناك النايف سي دي 4 تي هيلبر سيلز، او احنا بنسميها سي دي 4 تي هيلبر 0 اللي هتتحول لشكل من اتنين، يا تي هيلبر 1 يا تي هيلبر 2. كويس. طيب نقطة هنا الناس بتقول طب هي ليه الانتيجين ما يروحش على طول على التي سيلز؟ التي سيلز من الخلايا اللي ما بتتحركش، لازم الانتيجين يجي لحد عندها. فالانتيجين بريزنتنج سيلز او الماكروفيج او الدندريتك سيلز دي بالظبط عامله زي العسكري، يمسك الحرامي ويوديه القسم، جوه القسم بقى يتحقق معاه اللي هي دي الايه؟ السي دي 4 تي سيلز، وتبتدي تتحول لحاجه من اتنين، تي سيل هيلبر 1 او تي هيلبر 2. تعالوا بقى نبتدي نتكلم عن الايه؟ الجزء ده الانتر اكشن اللي حصل ما بين الانتيجين بريزنتنج سيلز والسي دي 4. في الجزء ده لو نركز في الجزء ده، هي سي دي الانجين بريزنتنج سيلز لازم تكون شايله الانتيجين على ام اتش سي، واحد ولا اتنين؟ برافو عليكم، اتنين. تعالوا نشوف بقى السي دي 4 اكتيفيشن. ادي الانجين بريزنتنج سيلز، وادي التي سيلز اللي هي تي هيلبر 0 او السي دي 4. كويس. طيب اول حاجه ادي ام اتش سي، نتوقع دي واحد ولا اتنين؟ برافو عليكم، ده اتنين، وادي ماسك الانتيجين، ودي التي سيل ريسبتورز اللي هي كانت مكونه من واحده الفا وواحده بيتا، وبتمسك في الفاريبل بارت. الاثنين دول يمسكوا في بعض، يبتدي يحصل انتر اكشن تاني اللي احنا بنسميه الكوستيميوليشن ما بين سي دي 28 في التي سيلز وسي دي 7 اللي هو سي دي 80 على 86 اللي هو السي دي 7. وبعد كده يبتدي الانجين بريزنتنج سيلز لما يحصل الانتر اكشن ده تطلع شويه سايتوكاينز، وده الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه المره الجايه ان شاء الله، علشان يحصل برضو تاني كو ستيميوليشن، ويبتدي التي سيلز تتفرع الى تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2، وبعد كده تبتدي تطلع برضو الايه؟ السايتوكاينز بتاعتها. كده احنا خلصنا السي دي 4. تعالوا نشوف السي دي 8. السي دي 8 بتمثل 35% من التي ليمفوسايت، بتمسك في الانتيجين اللي ماسك في الام اتش سي كام؟ خلاص عرفنا، ادي التارجت سيل ماسك ام اتش سي 1 يمسك في السي دي 8. استيميوليتد بحاجتين، انترلوكين 2 وانترفيرون جاما، ما تركزش في دول خالص دلوقتي، هنشرحهم في السيتوكاينز. الميكانيزم عامل بالظبط زي الناتشرال كيلر سيلز. هي الناتشرال كيلر سيلز كانت بتقتل ازاي؟ كانت بتطلع حاجتين، حاجه اسمها بيرفورين وحاجه اسمها الايه؟ الجرينزايمز، صح؟
البرفورين دي بتعمل ايه؟ بتعمل بورز كويس اهو موجوده خلاص حصل بورز، وتخش بعد كده جرانزايمز تموت الايه؟ تموت السيلز، وكده الحمد لله خلصنا الجزء بتاع النهارده.